كل اللي حضراتكم شفتوه داخل المجرى المائي إنجاز تم في خلال سنة ونص فقط، لكن لسه الإنجازات مكملة داخل المجرى المائي باستكماله من خلال الإنشاءات والأعمال الإنشائية اللي بتتم دلوقتي مروراً بدلتا الصعيد الجديد، وده اللي هيكلمنا عنه أكتر المهندس أشرف محمد مدير مشروعات منطقة توشكا. بصبح عليك يا باشمهندس وأهلاً بيك. لو تكلمنا أكتر عن المشروعات اللي بتتم أو يعني استكمال المشروع اللي بيتم دلوقتي داخل المجرى المائي. اهلا بحضراتكم في مشروع توشكا الخير. زي ما حضرتك شايف دلوقتي احنا عندنا دي المرحله الثانيه من المشروع المستهدف فيها ان شاء الله استكمال اعمال الترع بطول 80 كيلو متر، شبكه طرق خدميه على الترع بطول 120 كيلو متر، والمنطقه المستهدفه للاستصلاح تقريبا تتجاوز 400 الف فدان في المنطقه دي. المفروض ان شاء الله ان في اكتر يعني تقريبا 250 الف فدان هيدخلوا ان شاء الله في موسم الزراعه الجاي في شهر 12 دي. احنا طبعا اللي بيتم دلوقتي هيبقى مرورا بدلتا الصعيد الجديده، وهنستكمل بقى باقي المجرى المائي. تمام حضرتك، مظبوط كده؟ مظبوط كده يا فندم. هي دلتا الصعيد الجديده على بعد 10 كيلو من هنا في مجرى الماء اللي حضرتك شايفه ده بيكمل معانا. هيتم انشاء في المنطقه دي حوالي 72 عمل صناعي. الاعمال الصناعيه دي متمثله في اعمال القناطر، اعمال الكباري، اعمال المآخذ والهضرات. طبعا كل اللي احنا شفناه في المجرى المائي انجاز تم زي ما قلت في سنه ونص، وطبعا يمكن ده بفضل طبعا العمال اللي شغالين هنا على مدار اليوم. فكلمنا اكتر كمان عن العمال اللي شغالين وكمان المكن او الادوات اللي بتستخدموها اثناء العمل في هذا المشروع. هو احنا حضرتك شركه اكسبريس التجاره والمقاولات، الشركه دي احنا بناء على توجيهات القياده السياسيه باعاده احياء مشروع توشكا من تاني تم تكليفنا عن طريق الهيئه الهندسيه. احنا ابتدينا العمل هنا في اكتوبر 2020 في المرحله الاولى. المرحله الاولى زي ما حضرتك كنت قدمته وعرضته ان هي كانت حوالي 40 كيلو متر، واستصلاح وصلنا الحمد لله في خلال الموسم اللي فات ده لاستصلاح 150 الف فدان. طبعا الكميه المستهدفه القادمه ان شاء الله تعتبر ضعف الاعمال اللي تمت. الاعمال اللي تمت كانت في خلال تقريبا سنه ونص الكميه المستهدفه. فكل الشركات قامت بزياده اللطم بتاعتها العامله في المشروع وزياده الطاقه الانتاجيه بتاعتها بحوالي 3 اضعاف. احنا حضرتك ابتدينا المشروع هنا معانا محطه خرسانه ومكنه تبطين واحده. دلوقتي احنا معانا حاليا محطتين خرسانه ومكنتين تبطين. وطم العمل بتاعتنا زادت بطاقه 4 اضعاف. العماله طبعا كانت من ضمن التحديات اللي واجهناها في المشروع هنا، ان المنطقه حضرتك زي ما انت عارف ان دي منطقه نائيه جدا. اقرب مدينه نقدر يعتمد عليها هنا للعمل في المشروع مدينه اسوان على بعد حوالي 220 كيلو متر. تم الاستعانه بطم العمل طبعا من جنوب الصعيد ومن محافظات الجمهوريه بالكامل. الشركات قامت يعني بمجهود جبار في الموضوع ده. الهيئه الهندسيه وفرت لنا كل الامكانيات المتاحه وساعدتنا بصوره كبيره جدا. الطرق حضرتك اللي انت صورتوها قبل كده اللي انت شفتها دي ساعدتنا كتير جدا في المشروع. شبكه الطرق اللي تمت، شبكه الخدمات اللي تمت، الظروف المعيشيه. وكمان هنا بيتم استكمال الطريق وتمهيد الطرق. حضرتك ده بيتم تمهيد الطرق بالعمل على التوازي. هنا حضرتك ان المشروع بيتم في 3 محاور مع بعض. البنيه الاساسيه متمثله في الترع والاعمال الصناعيه، ودي عن طريق الهيئه الهندسيه، وشبكه الطرق بتتم برضه عن طريق الهيئه الهندسيه، وعمل الاستصلاح جاريه برضه مش متوقفه العمل على التوازي. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي ساعدت كتير جدا ان احنا نختصر وقت المشروع للوقت ده. بدل ما المشروع حضرتك احنا دلوقتي نكمل انجاز اللي بيتم في سنه واحده كان بيتم زمان في 5 و6 سنين عشان نوصل للناتج ده. فاحنا ان شاء الله يعني في مده في الزمن القياسي اللي قدرنا ان احنا ننجز فيه ما تم انجازه في سنه ونص هنقدر ان شاء الله في زمن قياسي ننتهي من باقي المجرى المائي اللي بيتم دلوقتي. احنا ان شاء الله باذن الله بتوجيهات القياده السياسيه لينا، وان شاء الله وبالجهود اللي بتبذل في المشروع من قبل الهيئه الهندسيه ومن قبل الشركات المنفذه في المشروع، ان شاء الله قادرين باذن الله بالاراده المصريه ان احنا نحقق المستهدف ده ان شاء الله في الفتره الجايه. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا للمهندس اشرف محمد مدير مشروعات منطقه توشكا. شكرا، شرفتنا ببرنامج صباح الف شكر يا فندم، واهلا بكم مره ثانيه في توشكا الخير. شكرا ليك.
سنة ونص كان زمن قياسي جدا انه يتم فيه الانتهاء من المجرى المائي الاهم في مشروع تشكى، والحقيقة ده انجاز بيعود لتعاون كبير ما بين مؤسسات الدولة المختلفة وما بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وما بين شركات المقاولات. سنة ونص تحققت فيها إرادة واعجاز كبير جدا، نقدر نقول ان يعني مفيش خوف على مصر طالما في ايد بتقدر تبني او ايادي بتقدر تبني داخل مشروع تشكى. دي كانت جولتنا في المجرى المائي من داخل اهم مشروع في مصر وهو مشروع تشكى الخليج.